مرحبا، أنا فيونا. أنا الفي. واليوم سنقوم بعمل نشاط جديد وهو الخدع البصرية للرسوم المتحركة. دعوني أشرح لكم عن هذه التجربة أولا. مرحبا أصدقائي، والآن مع فقرة اسألوا العالمة فيونا. وصلتني رسالة جديدة، إنها من صديق الصغير سلطان. يسألني سلطان عن كيفية عمل الرسوم المتحركة من خلال الوهم البصري. صديقي سلطان، دعني أشرح لك أولا عن معنى الوهم البصري. إنه سلسلة من الصور الثابتة التي لها تتابع سريع فيما بينها. إنها نفس مبدأ صناعة أفلام الرسوم المتحركة. في تجربتنا أحضرنا ورقتين، الورقة الأولى والتي تبدو ضبابية إلا أنها تحتوي على 6 صور مختلفة رسمت فوق بعضها البعض هكذا، وجميع الرسوم تكون مقسمة إلى خطوط رفيعة وبينها مسافات محددة. وفي الورقة الثانية هي ورقة الخطوط السوداء، حيث تحوي مسافات بينها تكون نفس المسافات في الورقة الأولى. وبعدها نضع ورقة الخطوط السوداء فوق ورقة الرسوم، بذلك تتشكل لنا صور بصرية تتابعية. بهذه الطريقة نكون قد شكلنا حركة الرسوم المتحركة. والآن لنقم بتنفيذ التجربة. في، هل أنت جاهزة؟ جاهزة لنبدأ. خذي واحدة من الشريط المخطط، وخذي واحدة من الرسوم غير المكتملة أو الرسوم الناقصة. هذه هي الرسوم الناقصة، نشاهدها معا. انظروا، إنها مقطعة وغير مكتملة. وهذا هو الشريط المخطط أو الحصان. نعم، الشريط يحمل على خطوط سوداء. يا ترى كيف عملها؟ دعونا نقوم بالتجربة. ماذا لديك؟ الشريط المخطط. نعم، وأين الحصان؟ هذا هو الحصان. لنضع الشريط المخطط فوق الحصان. نعم، والآن لنحرك ببطء الشريط المخطط. ماذا تشاهدين الفي؟ إنه يتحرك. يتحرك الحالة. نعم، يتحرك لوحده. إنه رائع. يا ترى نقوم بتحريكه بشكل أسرع. أسرع في، أسرع. نعم، الحصان يتحرك بسرعة. أين الطيارة؟ يس، الطائرة. حسنا، نقلب الصورة. إنها صورة طائرة غير مكتملة الأجزاء. الفيلم المخطط نضعه على صورة الطائرة. الفيلم لنحركه ببطء. 1، 2، 3. واو، الطائرة تتحرك. إنها تتحرك ببطء، لنحركها بسرعة. رائع. لنقوم بتحريكها العكس، نحركها جهة اليسار. اليسار، نحركها إلى الخلف. والآن نريد صورة أخرى. تفضل. شكرا، شكرا لك يا يعقوب. عفوا، إنه مساعدنا اليوم. في شكرا. ما هذه الرسمة؟ طاحونة. طاحونة. 1، 2، 3. واو، إنها تتحرك للأمام وإلى الخلف. والآن بسرعة. واو، إنها تتحرك بسرعة. جميل، أحببتها. والآن ما هذه الصورة؟ لنقلب الصورة. إنهما رجلان يلعبان الجولف. لنقوم بتحريكهما. لنضع الفيلم فوق الصورة. 1، 2، 3. واو، إنهما يلعبان الجولف. بسرعة بسرعة بسرعة. وأسرع أسرع. واو، انظروا معي، هذه الطاحونة وهذا هو الفيلم. الاثنين طاحونة. طاحونة هنا بالخلف. لبس الصورة. نعم، ونضع الفيلم.
ثلاثة. بادي. واو. أنا تتحرك. هل لديك صورة أخرى؟ لا ليس لدينا. فاي هل استمتعتي بالتجربة؟ نراكم في تجربة أخرى. إلى اللقاء. أصدقائي تابعوني على منصات التواصل الاجتماعي.